افتتح بمحافظة سوهاج عدد من معارض أهل رمضان بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 35% بهدف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة ضمن خطة محاربة غلاء الأسعار. هذا وأشاد مواطنو محافظة سوهاج بجودة السلع بتلك المعارض، مطالبين باستمرار عملها خلال تلك المرحلة لمحاربة موجة الغلاء العالمية. ده واحد من ضمن المعارض اللي تم افتتاحها على مستوى المحافظة لتوفير السلع المختلفة الأساسية لكافة المواطنين بأسعار مخفضة بتتراوح من 15 لـ 35%. السلع المتوفرة سكر ورز وزيوت عليها تخفيض برضو بنسبة كبيرة من 15 لـ 35%، زيوت وسمنة بكافة أنواعها، صلصة، مربى، مكرونات، رز بسعر 14.50 جنيه. كل السلع دي متوفرة وهيتم طرح سلع أكتر من كده بكتير قبل شهر رمضان الكريم. فالأسعار دي يا رب يا رب احنا عاوزينهم تفضل على طول الأسعار دي، لأن الأسعار دي في متناول الناس وأسعار كويسة عن برة. جميع أنواع الزيوت بأسعار رخيصة غير أسعار برة خالص، ويريت يكون المعرض إن شاء الله تقول معانا على طول إن شاء الله. المعرض هنا أرخص مني ومن برة بكتير، ده اللي لقينه في السوق حاليا موجود، وفعلا الزيت حلو هنا، هو برضه زيت حلو رخيص هنا عن برة، بيقل بنسبة برضه 15 20%.